السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ومن أسماء الله الحسنى التي وردت في كتابه اسم السميع، قال بعضهم: ورد ذكر السميع في كتاب الله تعالى 45 مرة. قال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: قالا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أيها الإخوة الأفاضل، سمعه جل وعلا على نوعين: سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية وإحاطته التامة بها. ثانيا، سماعه جل وعلا للسائلين والداعين والعابدين، فيسمع دعاءهم ويجيب سؤالهم. قال تعالى عن نبي الله إبراهيم عليه السلام: إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله حمد من حمده وقبل دعاءه. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد. وفي رواية: يستجب لكم، أي يقبل دعاؤكم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: اللهم إني أعوذ بك من علم، اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع. أيها الإخوة الأفاضل، ومن آثار الإيمان بهذا الاسم السميع أولاً إثبات صفة السمع لله جل وعلا. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال ابن القيم رحمه الله: وإن سألت عن سمعه سبحانه فهو قد كمل في سمعه، يستوي عنده السر والجهر، وهو سبحانه لا يتبرم من دعاء من إلحاح الملحين، ولا تختلط عليه المسائل، يسأله الجميع باختلاف اللغات واختلاف الأشخاص واختلاف الأزمنة واختلاف الحاجات، فكلهم عنده كصوت واحد، كما أن خلقهم وبعثهم كنفس واحدة. قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ثانيا، من آثار الإيمان بهذا الاسم السميع أن سمعه جل وعلا ليس كسمع خلقه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سبحانه إن أعطى الإنسان السمع والبصر، كما في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فسمعه ليس كسمع الله عز وجل. ولذلك جاء في صحيح الإمام البخاري تعليقا ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها: وأنا في ناحية البيت
لا أسمع كلامها. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا فارتفعت الأصوات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أربعوا على أنفسكم، أي خففوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميعا قريبا. وفي رواية: أقرب لأحدكم من عنق راحلته. ثالثا: أن الله تعالى أنكر على المشركين قولهم أن الله تعالى لا يسمع السر والنجوى. ففي الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع في البيت ثقفيان وقرشي، أو قرشي وثقفيان، كثيرة شحوم، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم. قال أحدهم للآخر: أترى أن الله يسمع كلامنا؟ فقال الآخر: يسمع كلامنا إن جهرنا، ولا يسمع إن أسررنا. فقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أسررنا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. رابعا: أن العبد إذا علم أن الله تعالى يسمع كلامه ويسمع حركاته وسكناته خاف من ربه جل وعلا، وحاسب نفسه على كل كلام يخرج منه. قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. خامسا: أن الله تعالى وهو المجيب لدعوات المكروبين، وهو سبحانه الذي يقضي الحاجات ويفرج الكربات ويزيل الهموم والغموم، قد دعاه أنبياءه وعباده الصالحين. قال تعالى عن نبي الله إبراهيم وإسماعيل: قالا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال تعالى عن زكريا نبي الله وهو يدعو ربه جل وعلا أن يرزقه ذرية: قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فاستجاب الله تعالى له ووهب له نبي الله يحيى. وكذلك يوسف عليه السلام دعا ربه جل وعلا فقال سبحانه عنه: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال سبحانه: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. سادسا وأخيرا: أن العبد إذا دعا ربه جل وعلا وسمع الله تبارك وتعالى دعاءه وأجاب هذا الدعاء فإنه يحس بالفرح والسرور، ويبعد عنه الوحشة التي تكون بين العبد وبين ربه. فإذا تكرر منه الدعاء وتكررت الإجابة ازداد فرحه وسروره واطمأن قلبه بربه جل وعلا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.